Oh, yeah, sure. حبيبتي، روحي. بما انه ضاع علينا شهر العسل، قررت اعوضك بشهر مليء بالفعاليات هنا في البيت. وش يعني بدل شهر العسل؟ ايه بدل العسل. لا طبعا ما ابي، والله انت واعدني قلت لي بس اخف الكورونا وتفتح مواضيع الحجر ما الحجر بتوديني شهر عسل، لا تنصب علي، اعرفكم رجال الكذابين. لا 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 لا، بسوي لك شهرين عسل شهر في البيت، والله العظيم شهر هنا في البيت شهر برا. طيب ايش بتسوي لي؟ طيب اسمعي، اليوم الاول اسوي لك مكرونه باستا. مكرونه؟ ايه انت بتطبخ الباستا؟ ايه يعني مكرونه ولا باستا اللي تشوفينه يعني. اه باستا بالربيان. ربيان تبين بالربيان؟ ربيان ولا يهمك، احط الباستا بالربيان. بعد الباستا او هذه المكرونه بلاي ستيشن. دق بلاي ستيشن. لا حبيبي ما اعرف العب بلاي ستيشن انا. لا لا ما عليك، بكون معك حنين يعني. تعلمني. اي بعلمك. طيب اوكي. هذا اليوم الاول. حلو. اليوم الثاني ان شاء الله بكره. لا لا لحظه، اليوم الاول عليك معناته اليوم الثاني علي. طيب. يوم لك ويوم لي. اوكي. دامك بتسوي لي باستا ممكن انا اطبخ لك، اسوي لك صياديه. حلو. جرب السمك اللي اسويه يا حبيبي. حلو. والله حلو. تجن تجن. حلو صياديه. تمام. اغديك صياديه. ممتاز. وبعد كذا ممكن نطلع برا ونسوي يوغا. حلو. مع اني كاتب كيرم بس يوغا 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 ممتاز. يوغا نسوي يوغا. طيب ممتاز حلو. اليوم الثالث عندي اجل، اليوم الثالث راح يكون شوبينج من اول الى اخر. شوف. لا يا حبيبي كنسل الشوبينج. ليش؟ كنسل اليوم الثالث، انا اوريدي سويت لك شوبينج هنا، شوف اشتريت لك ملابس اونلاين اوريدي، الطلبيه على وصول الحين تلاقيها. هذه هي الطلبيه، اكيد وصلت الطلبيه. عاد يا رب الملابس على قياسك يا رب. لا تقولي لي انك حاسبتي. اي حاسب طبعا. وين ألقى زوجة مثلك تحاسب وتطلب؟ الله يكثر خيرك. لا بطاقتك يا روحي. إنك واجد والله. الله يسلمك يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام. شكلك غلطان أخوي، أنا طالبين ملابس. لا ماني بغلطان، أنا حمد. هلا هلا والله. سهلا. هلا والله. تبعت من حالك. مسوي فحص انا. اي حتى ولا فحص. الله يحييك. شلونك؟ الله يسلمك. شو اخبارك؟ شلونك؟ سك طيب. الله يحييك. تفضل. الله يحييك. دخل شنطتي بسلم على ساره. الله يحييك. ساره. هلا والله. والله هو يقلب علينا راعي العمارة. والعيال كلهم مطفرين والله، مساكين والله ما عندهم ولا. أقول لك يعني شيء غريب يا أخي، كرشنا كرشة. وكل المدربين طلعوا من الوظيفة ولا شلون؟ وش الموضوع؟ الحين ما بالودع والوظيفة، العمارة الحين.